يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقات الترند دايما بتكون حلقات مهمة جدا، وبنتكلم في كل ما يشغل أذهان حضراتكم وبتتكلموا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا، وهي كلها في الحقيقة قضايا بتهم النادي الأهلي، ودايما بنكون معاكم لحظة بلحظة في كل هذه الأمور. بالتالي حلقة النهاردة حلقة غاية في الأهمية، وتحديدا فقرة ترند ترند اللي هتكون مع بداية الحلقة هتكون فقرة مهمة للغاية. كمان احنا منتظرين تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، سواء تويتر فيسبوك وإنستجرام. وسؤال حلقتنا النهاردة: توقعاتك لتشكيل مباراة الغد ما بين الأهلي وأسوان، توقعاتك لتشكيل الأهلي هتكون إيه؟ مع نهاية حلقة النهاردة هنعرض توقعات حضراتكم ونتناقش فيها كمان معاكم. في البداية وقبل أي كلام، خلينا نروح نشوف عناوين الترند النهاردة، يلا بينا. في ترند الأهلي: الفريق في معسكر مغلق الليلة استعدادا لأسوان. في الترند المحلي: تأجيل التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022. وفي الترند العالمي: مواجهة ألمانية فرنسية خالصة في نصف نهائي أوروبا. طيب بصراحة يعني في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه، وانا هتكلم فيه في الفقرة المفضلة بالنسبة لكم، وهي فقرة ترند الترند، واللي بنقول فيها سواء يعني خبر جديد او معلومة جديدة، او بنتناقش فيها في بعض المواضيع الهامة اللي بتهم حضراتكم بكل تأكيد. فبالتالي انتم متعودين مننا دايما ان احنا بنناقش المواضيع بمنتهى المنطقية وكمان بمنتهى الامانة مع حضراتكم. والترند خلال الفترة اللي فاتت كلها او خلال اخر يومين ثلاثة هو موضوع رمضان صبحي، واحنا اتكلمنا فيه امبارح، لكن في شق جديد في الموضوع ده، وهو فيما يتعلق باكرامي الاب واكرامي الابن، كابتن اكرامي الشحات وكابتن شريف اكرامي. وهيفضل شهيه الاعلام مفتوحه وشهيه الجماهير مفتوحه للحديث عن هذا الملف تحديدا. فبالتالي احنا دورنا ان احنا نوضح لحضراتكم الحقائق، ده دور قناه النادي الاهلي ودورنا احنا كمذيعين في قناه النادي الاهلي، والحقائق بتبقى لازم تكون معروفه لحضراتكم واحنا هنقول. فأنا في البداية الملف ما بيخصش رمضان بس دلوقتي، بيخص ثلاثة: رمضان، إكرامي كبير، وإكرامي الصغير شريف إكرامي، ولهم مننا كل التقدير والاحترام. أنا عايز أبتدي بإكرامي الأب، وهو الكابتن طبعا إكرامي الشحات، وهو امبارح في الحقيقة كان في لقاء تلفزيوني واتكلم وقال بعض الكلمات اللي أنا عايز أتوقف عندها شوية. وقال ايه الراجل؟ قال انا ماليش اي صله بموضوع رمضان صبحي، وما بتواصلش خالص مع رمضان صبحي، وانا ما اقدرش اكدبك يا كابتن اكرامي، ومحدش يقدر يكدبك ابدا، وانا مصدقك. لكن في نفس الوقت بصراحه مصدق جدا جدا على مدار الشهر اللي فات تحديدا مداخلات حضرتك في كل البرامج التلفزيونيه، وكلامك الدائم عن تمنياتك لرمضان بالاحتراف الخارجي وبالانتقال من النادي الاهلي، كل الحاجات دي بصوت وصوره اكيد حضراتكم سمعتوها، مش انا بس يعني. فانا برضو مصدق الجزئيه دي يا كابتن اكرامي يعني. فدي الجزئيه اللي تتعلق بالكابتن اكرامي الكبير، وانا هسيب لحضراتكم التعليق في ما يتعلق به هو يعني، ومن خلال متابعتكم وقرايتكم للموقف، وانا دايما براهن على ذكاء جمهور النادي الاهلي. الشق الاخر هو فيما يتعلق بالكابتن شريف اكرامي، وكلامه على تويتر امبارح على حسابه الشخصي على تويتر، وكلام كان مهم جدا في الحقيقه، وعايز افنده مع حضراتكم شويه، لان اللعب على مشاعر الجماهير في الحقيقه بقى كتير قوي، واللعب على مشاعر الجماهير بقى بشكل مبالغ فيه، ففي حقائق كده لازم نتكلم فيها مع بعض. وممكن تكون حضراتكم مرابطين الموضوع بان اكرامي شريف يعني اكرامي وعبد الله السعيد وبعض اللاعبين حرضوا او شجعوا رمضان على الانتقال من النادي الاهلي. وفي الاخر بالمناسبه رمضان عنده شخصيه، الراجل يقدر يختار يروح هنا او هنا، لكن في حاجات كده معطيات تبقى واضحه دايما للناس يعني، الناس بتاخد بالها من الامور دي بشكل كبير جدا. فانا هسيب الحته دي في التحريض، فيما يتعلق بالتحريض لاحساس الجمهور ولذكائه ايضا. لكن الجزئيه الاهم بالنسبه لي
وهو كلام الكابتن شريف إكرامي لما قال إيه؟ نبتدي بأول حاجة يا جماعة، لما قال أقدر جدا حزين أو حزن وغضب الجماهير إزاء قرار رمضان، وأيا كان درجة القرابة بيننا فلا تعطيني حق التحدث في أي تفاصيل تخصه. وما يعنيني هنا هو توضيح الصورة الغريبة التي يتخيلها الكثيرون. هو في الحقيقة الصورة الغريبة اللي بيتخيلها الكثيرون هي مش غريبة، هي الغريبة كلامك أنت يا كابتن شريف اللي أنت كتبته على حسابك الرسمي على تويتر، وكلام في الحقيقة أنا مستغرب توقيته بصراحة يعني. وأنا بصراحة يعني من الآخر كده أنا بتربطني بشريف علاقة طيبة يعني وعلاقة احترام يعني، لكن لما الموضوع يجي عند النادي الأهلي لازم نحط النقط على الحروف ولازم نوضح كل الحقائق لجمهور النادي الأهلي. قال لك إيه بقى؟ قال لك أولا كنت، أو خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده عشان بجد يعني كلام مهم قوي، مهم جدا يعني. أولا كنت أول الداعمين بشدة لرمضان، إمتى؟ من 4 سنين فاتوا، لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضة البعض داخل النادي الأهلي. استنى بقى ناخدها واحدة واحدة وحتة حتة عشان الجزئية دي إيه مهمة قوي. أول الداعمين بشدة هو مين؟ مين اللي بيدعم ده؟ مين اللي كاتب السطور دي؟ بإيده شريف إكرامي، اللي هو مين؟ اللي هو كابتن النادي الأهلي، سواء من 4 سنين أو دلوقتي، سواء من 4 سنين أو دلوقتي. كابتن النادي الأهلي بيدعم لاعب مهم في النادي، وهو المفروض كابتن النادي الأهلي ده بيبقى قلبه على النادي، يعني بيبقى عايز إيه؟ النادي ده يبقى في أحسن حال والأهلي يكسب أو فريقه يكسب وجمهوره يفرح وكلام من ده، ده المفروض يعني. فكنت أول المؤيدين والداعمين بشدة رمضان منذ 4 سنوات لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضة البعض داخل النادي الأهلي بسبب التوقيت لرغبتهم اللي ليهم حق فيها وطبيعية جدا جدا يعني، في استمراره داخل الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من اللاعب، كأن ده أو دي جريمة عند المسؤولين في التوقيت ده إن هم يحافظوا على لاعب بإمكانيات رمضان صبحي إحنا مش مختلفين عنها إطلاقا، إمكانياته مش مختلفين عنها إطلاقا، لكن هو شايف من وجهة نظره واضح كده إن دي حاجة غريبة. لكن بيقول لك في النهاية سافر رمضان وكلام من ده واحترف يعني بعد مفاوضات حققت مصلحة الطرفين. لكن في حقيقة برضه أنا عايز أقولها لحضراتكم، إن النادي الأهلي ما وافقش على احتراف رمضان في التوقيت ده غير بضغط كبير جدا من اللاعب وببعض التصرفات اللي أكيد حضراتكم عارفينها وتصرفات عشناها في التوقيت ده من قبل اللاعب نفسه اللي هو رمضان صبحي. فبالتالي كان الطريق الوحيد في التوقيت ده عند المسؤولين الموجودين أو مجلس الإدارة الموجود إن هو يوافق على احتراف اللاعب. يعني الموضوع جه بضغوط كبيرة جدا على النادي الأهلي يعني. تمام؟ نروح لجزئية أخرى وهو بيتكلم كمان بيقول لك إيه؟ من سنتين منذ عامين كنت أول الرافضين كمان، يعني بعد الـ4 أعوام اللي فاتوا، يعني من 4 سنين فاتوا هو كان رافض أو كان مؤيد عفوا يعني لرحيل رمضان. دلوقتي بقى هو كان رافض لمبدأ عودة رمضان داخل مصر، وهو مين؟ كابتن النادي الأهلي، اللي هو مين؟ شريف إكرامي قائد فريق النادي الأهلي. كنت أول رافضين لمبدأ عودة رمضان داخل مصر برغم حبي للأهلي وعلمي باحتياج النادي له حينما أو حينها سواء بالإعارة أو البيع. يعني هو الراجل إيه؟ بيقول لكم يا جماعة، شريف بيقول لكم يا جماعة إيه؟ أنا بحب الأهلي قوي وبقدر النادي الأهلي قوي، بس كنت رافض بصراحة إن رمضان يرجع وهو كابتن النادي الأهلي رغم حبي للنادي الأهلي. أي حب يا كابتن شريف؟ أي مسؤولية تتكلم عنها؟ أنهي انتماء بتتكلم عنه يا كابتن شريف؟ حب إيه وانتماء إيه وكلام إيه؟ هو في قائد للنادي الأهلي، قائد كابتن النادي الأهلي يكون بيحرض اللاعبين على الرحيل أو يحرض اللاعبين على عدم العودة للنادي الأهلي مع اعترافك أنت بتعترف إن الأهلي محتاجه والأهلي عايزه؟ هو حضرتك تلعب في الأهلي ليه؟ يعني أنت الفترة اللي فاتت دي كلها بتلعب في الأهلي ليه يا كابتن شريف؟ حاجة بالنسبة لي غريبة جدا يعني. فبالتالي دي بعض كلمات شريف، لكن لسه عندنا كلام تاني، أو مش إحنا بقى، ده كلام شريف نفسه. بيقول لك كمان بعد بطولة أفريقيا الأخيرة ظهرت ملامح أو معالم شخصية رمضان للنور اللي أشاد بيها الجميع وأبرزها الشخصية والقرار. هو مين اللي عمل الشخصية بتاعت رمضان دي؟
معايا كابتن شريف؟ مين اللي عمل شخصية رمضان؟ طيب هو رمضان آخر مشاركة ليه مع منتخب مصر كانت إمتى؟ منتخب مصر الأول كان في كأس العالم على ما أتذكر، إن لم تخني الذاكرة، فين؟ في 2018 في روسيا. كانت آخر مشاركة رمضان، بعديها تقريبا رمضان ما راحش مع المنتخب الأول خالص. تمام؟ واحترف بره وكلنا كنا بندعمه وبنسنده، ويعني أي لعيب بيحترف أو بيمثل مصر بره بندعمه طبيعي جدا، زي نجمنا المصري محمد صلاح. فعمل ايه هو بره؟ كانت فين شخصيه رمضان صبحي لما كان في هادرسفيلد او قبليها لما كان في ستوك سيتي الانجليزي؟ اللي عمل شخصيه رمضان صبحي هو النادي الاهلي، لما رجع رمضان وساعد رمضان على حاجات كتير قوي، ساعد رمضان على عوده مستواه رقم واحد، ساعد رمضان على يكون انه يكون عنده الشخصيه اللي انت بتتكلم عنها رقم اتنين، ساعد رمضان ان هو يكون متواجد في المنتخب الاولمبي ويساهم في بطوله مهمه لمصر رقم ثلاثه، وهو ما كانش في خطط الكابتن شوقي غريب لانه كان بعيد عن مستواه وما كانش بيشارك ولا بيلعب. مين اللي عمل شخصيه رمضان؟ مش النادي الاهلي برضه ولا لا؟ فكر في الكلام. برضه من ضمن الامور الغريبه واللي لازم اقف عندها وناشد الجماهير اولا كقائد، كقائد للاعبين بوضع استقرار الفريق كاولويه خلال الفتره القادمه. هو بعد اذنك كده معلش يا كابتن شريف، يعني هو الكلام اللي حضرتك كاتبه ده كاتبه امتى؟ ده من اقل من 24 ساعه، من 24 ساعه بالظبط تقريبا. فانت بتناشد ايه في وقت انت بتكتب فيه ايه؟ بانهي منطق وبانهي عقل؟ هل ده كابتن النادي الاهلي اللي بيحافظ على استقراره وعلى استقرار الفريق وبيتكلم على امور ما ينفعش ان هو يتكلم فيها في توقيت زي ده؟ انا بنستغرب بصراحه موقف شريف اكرامي، التوقيتات دايما في اعلانه عن مواقفه بتبقى توقيتات انا بستنتج منها الانتقام من النادي الاهلي، وانا هاجي لكم في النقطه دي بعد كده. فبيقول لك بناشد الجماهير، جماهير ايه اللي بتناشدها يا كابتن شريف؟ ها؟ جمهور الاهلي ده، جمهور الاهلي ده اللي دعمك ووقف جنبك لما مستر مارتن يول قال عليك انك لا تصلح للنادي الاهلي. فاكرين التصريح ده؟ مارتن يول طلع لما كان مدير فني للنادي الاهلي بعد اخطائك الكبيره جدا اللي ارتكبتها سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا وكلفت النادي الاهلي البطوله الافريقيه، وطلع قال لك ايه؟ قال لك لا يا جماعه انا بصراحه، والراجل كان يعني صريح في التوقيت ده، قال لك شريف اكرامي لا يصلح لنادي كبير زي النادي الاهلي. ده كان تصريح الهولندي مستر مارتن يول المدير الفني في التوقيت ده للنادي الاهلي. ايه اللي حصل من جمهور الاهلي ساعتها؟ اللي انت مستغرب كلامهم واللي انت مستغرب ان هم حاطينك في جمله مفيده، وقفوا جنبك ودعموك وفضلوا في ظهرك بعد التصريح ده لحد ما ابتديت تستعيد مستواك وابتديت تبقى مؤثر مع الفريق وابتديت تبقى اساسي لحد ما جه الشناوي تالق وخد المكان منك. فجمهور ايه اللي بتتكلم عليه وجمهور ايه اللي بتناشده يا كابتن شريف؟ مع احترامي لشخصك ولشخص اي واحد احنا بنتكلم عنه، لكن احنا هنا يا جماعه بنحط النقاط على الحروف. لازم نوضح لجمهور النادي الاهلي في حقيقه، مش هنفضل ساكتين بصراحه، يعني مش هنفضل ساكتين لما حد يتكلم بطريقه او بكلام غير حقيقي وغير واقعي وفاكر ان اللي بيسمعه ده ما عندوش قدر كافي من الذكاء. لا، يبقى غلط، يبقى لازم نرد، لازم نتكلم. انت مش واخد بالك يا كابتن شريف ان، ومعلومه بقى المفروض عندك، يعني معلومه زي دي المفروض عندك، ان من اربع خمس ايام كان رمضان صبحي بيصور اعلان لشركه من شركات الراعي للنادي الاهلي، والمبلغ معروف جدا للجميع دلوقتي. رمضان صبحي خد كام في الاعلان ده؟ هو رمضان صبحي لما خد الفلوس دي او المبلغ ده كان ليه؟ علشان هو لاعب في النادي الاهلي، عشان هو رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي بخلاف امكانياته بخلاف مهاراته اللي انتوا عارفين كويس قوي رايي فيها. لكن في المقابل لما بيظهر رمضان صبحي في التلفزيون كلاعب للنادي الاهلي، هل المقابل المادي اللي بياخده هو نفس المقابل المادي اللي ممكن ياخده هو لاعب لاي نادي اخر ايا كان اسمه؟ لا طبعا. فدي كلها امور تبين لك وتعرفك كويس جدا يا كابتن شريف ويا كل من يتحدث بهذه الطريقة عن النادي الأهلي
دي كلها امور تبين لك قيمه النادي الاهلي، وتبين لك قد ايه جمهور النادي الاهلي واعي وعنده قدر من الاحساس والذكاء اللي يقدر يقرا بيه تصريحات بعض من انتموا للنادي الاهلي فتره من الفترات. اللي ناسيه كمان كابتن شريف اكرامي ان هو كابتن لحد دلوقتي في النادي الاهلي. اللي ناسيه كابتن شريف اكرامي ان احنا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا. انت المفروض نكمل الموسم مع النادي. يعني المفروض ان انت ما تتكلمش في وقت زي ده خالص. يا سيدي لما تروح اي نادي تاني ربنا يوفقك اتكلم وقول براحتك. لكن الواضح ان انت بتنتقم من عدم تجديد النادي الاهلي لعقدك. انا عمري ما شفت حد عايز يكسب كل حاجه في الدنيا. عايز يكسب فلوس من خلال نادي جديد، فلوس كويسه. عايز يحافظ على علاقته بالاهلي وجمهوره عشان يبقى كادر في النادي الاهلي. محدش يا جماعه بيكسب كل حاجه، في حاجات بتضحي بيها عشان تكسب حاجات تانية. لكن خلاص كلامك كله خسرك حاجات كتير جدا للاسف. فبالتالي احنا الفتره الجايه دي جزئيه خلاص انا علقت عليها ومش هتكلم فيها تاني، بس انا كان لازم اوضح للناس. احنا الفتره الجايه هنركز مع الفريق، هنقوم بالدور اللي لازم يقوم بيه كابتن النادي الاهلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.